لما تقول كلمة Kingdom Hearts عند أحد معجبي السلسلة بتشوف عيونه تلألأ، الأذن تصغى والانتباه يشد، لأنك جبت اسم لعبة عاشت معه زمن، لعبة كبر معها وتعمق فيها، استثمر فيها كل مشاعره، واللعبة ردت لهذه المشاعر وأكثر. هذه اللعبة التي بدأت بفكرة سريعة بصدفة داخل مصعد جمعت عالمين لا أحد يتصور أن يجمعهم مع بعض، سكوير إنكس وديزني. ومن ذلك المصعد بدأت مسيرة ما لم يكن له في الحسبان لنا نحن معجبي اللعبة. من كان يصدق منا بأن لعبة واحدة بتعيش معك لسنوات طويلة، في كل جزء تقترب فيه من اللعبة واللعبة تعطيك من نفسها أكثر. نعم، هذه اللعبة التي كسبت قلوب الملايين، هذه مملكة القلوب Kingdom Hearts 3. في هذه المراجع راح نتكلم عن آخر إصدار في السلسلة حتى الآن وهو Kingdom Hearts 3. راح نشوف أفكار الأولية عنها، القصة، اللعب، وطبعا راح تكون من النواحي الإيجابية والسلبية. كل ما سيقال هو من نظرتي وإحساسي وأن ألعب اللعبة، وماني خبير في تقييم الألعاب، وبسم الله يلا نبدأ. أكثر لعبة في حياتي كنت مستنيها هي هذه اللعبة من بداية نزول أول جزء لها عام 2002، وفي كل سنة أترقب الجزء الجديد، ومن بداية إعلانهم لها وأول كم تريدر كمية الحماس كانت واصل قمة. كل يوم أقول متى يجي اليوم اللي تكون اللعبة فيه بين يديني، والحمد لله جاء اليوم اللي نزلت فيه اللعبة وقررت أني ألعبها بالبث الحي. بس تقدرون تشوفونا هنا، يعطيكم العافية. أول ما شفت افتتاحية اللعبة 17 سنة من حياتي جالس أشوفه قدامي، الافتتاحية قمة في الإبداع، فعلا عرفوا كيف يخلونك ترجع لكل الأوقات اللي كنت جالس فيها في غرفتك، نقفل الباب وتستمتع بهذا العالم الساحر بعيدا عن العالم الحقيقي. ويا لها من بداية جميلة لهذه اللعبة العريقة، رسوم من أروع ما يكون، الموسيقى تلعب يمين ويسار من الأنغام الساحرة من يوكوشي ماموره، القتال مدعى لا توصف، القصة شكلها ماشية صح وفي خط واضح وصريح. بس اصبر شوي، ليش العوالم ميتة؟ وين شخصية سكوير إنكس؟ ليش القتال ما تغير من أول عالم؟ وين زر الرياكشن؟ ليش الزعماء ما لهم دور فعلي؟ ليش الأصوات مو مطبقة للشخصيات؟ وين العوالم الخاصة باللعبة؟ أنا جالس ألعب ديزني ولا كيدم هارتس؟ سارة جالس تتمرقص مع رابنزل؟ ما كفاك الرقص وغنى مع إيريال؟ لا 17 سنة. طيب، خلونا نبدأ بالقصة، بعدها بالقتال، وبعدها بعض الملاحظات العامة عن اللعبة. القصة بدأت بشكل جميل، رجعونا الإحساس الأولي حق اللعبة، كيف أنه سارة وراء عوالم كثيرة راح يزورها ولازم يرجع قوة الإيقاظ اللي نساها من آخر لعبة نزلت Dream Drop Distance، وإلى الآن كل شيء أوكي. يلا مشينا أول عالم ديزني، خلصنا منه. يلا مشينا ثاني عالم ديزني، خلصنا منه. يلا مشينا ثالث عالم ديزني، خلصنا منه. دقيقة، وين القصة؟ هذه السواليف اللي تاخذ ساعة بين عالم وعالم. I guess we haven't spoken since the castle. I'm Ienzo. Alias is here too. Alias, whatever's between you and Roxas, it's in the past. La 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 la. Kingdom Hearts أفضل من كذا، أكيد بتحسن الوضع. Sora, the reason we're here is because you and your friends defeated our nobodies, thereby recompleting us. لا! بصراحة القصة كانت مختصرة وخلال اللعبة فيها ما حسيت منها بأي شيء، المقاطع بطيئة واشتروحات الله بالخير، تكفى ينزو لا عاد تتكلم. مشيت بالقصة كثير وكل مالها أحس أنها بس كلام 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 كلام، ما في ربط دخلني متعة الأجزاء السابقة، القصص الخاصة بالمنظمة وكيف كانوا يجونك بغموض. إيه صح، منظمة من كثر ما راحت هبتها بغيت أنساها، الهيبة الكبيرة اللي كانت لها وأعضاءها كان بالفعل شريرين، شخصياتهم صارت ما في شخصية. القصة للأسف كانت مستعجلة معقدة وما شرحوا فيها الشرح الوافي اللي حنا اعتدنا عليه. من ميزة Kingdom Hearts وإنها
مهما جابولنا من أجزاء وقصص جانبية، كان الربط بينها وبين القصة الأساسية حاجة ما يسويها إلا القلة من كبار الألعاب، وهم بنظري كان الأول في هذا المجال. هنا تكمن مشكلتي الحقيقية مع اللعبة. مع بداية اللعبة كان القتال ممتع بشكل رهيب، الحركات، الانيميشن، الرسوم، الافكت، عيوني كانت تتلألأ من جمال المناظر والألوان اللي أشوفها، وهذا كله للأسف راح بعد العالم الثاني. منذ بداية اللعبة علمونا كيف القتال راح يكون، ووصلنا لنهاية اللعبة وما في أي إضافات جديدة بالذكر. لا، ما راح أتكلم عن السمن، ما أدري ليش أصلا حطوه، هو ما يخدم أي هدف. يا ليت بعد الانيميشن حقه حلو بعد، يعني اوكي بصراحة تحول الأسلحة كان جدا مبدع وممتع، تصميم الكيبليدز كانت جميلة كعادتهم، بس يا اخي صبعي عضل من كثر ما ضطكس. يا ليت لو كان في تنوع من ناحية القتال والتحولات مثل كينغدم هارتس 2. هيه كينغدم هارتس 2 يا زينك، بس تذكرون رياكشن في الجزء الثاني؟ انا كنت اشوفها من افضل الاضافات للعبة، اعطتها جو جميل واخراج روعة، تحسسك انك جالس معهم في الحدث. هذا الشيء للأسف شالوه من الجزء الثالث، فأصبح القتال فقط ضغط زر اكس وخلاص تفوز. خلونا نشوف مقطع بسيط للرياكشن هنا. شفت شلون؟ والله رياكشن كان رهيب. المهم الزعماء كانوا غير مربوطين باللعبة تماما، ولا لهم علاقة بعوالمهم، عوضا عن الأجزاء السابقة اللي كنت باري فيها زعماء من ديزني وشخصيات خاصة باللعبة يكون لهم علاقة بالقصة وبالعالم اللي انت فيه. انا حرفيا مو مصدق ان ما في حركات كثيرة ثنائية بين سورا ودونالد وغوفي. معقولة من اول عالم ديزني في نفس الحركات؟ زيادة يمكن حركة او حركتين، 17 سنة علشان تجيبوا لنا حركتين زيادة. العوالم كانت كبداية تشوفها جميلة وحيوية، بس بعد 10 دقائق تكتشف انها فعلا ميتة وغير متفاعلة، الافكار كل مالها تنعاد في كل عالم. القتال تحت البحر؟ لا شكرا. كثير من المقاطع حقت اللعبة كانت بطيئة، ولاحظت انهم يبون يخلصون قصة المنظمة بسرعة، وهذا للأسف اللي اتوقع انه حطم اللعبة. وكانت من توقعاتي للعبة اني راح العب بريكو وميكي واكوا وفنتس وتيرا وروكسس وكايري. اصبر شوي، كايري، اي صح كايري موجودة باللعبة. والله من قوة شخصياتها واضافاتها للعبة ما حسيت فيها، ما شاء الله ما شاء الله. يعني كل هذه الشخصيات ما لعبنا فيهم، بس مرة واحدة بريكو، مرة واحدة باكوا، ليش؟ يا فرحة ما تمت. بس لازم نعطي اللعبة حقها، الموسيقى يا سلام، الموسيقى روعة. يوكو شيمومورا بإبداعاته الموسيقية حسستنا أننا ما طلعنا عن سياق الذي هو كينغدم هارتس، وفعلا في كل موسيقى تسمعها تستشعر شيئا من الماضي وتتلطف شيئا من الحاضر. القتال مع أنه كان ممتع في البداية، بس يا ليت أعطانا زر الرياكشن ويكونون الزعماء متفاعلين بدل ما يكون القتال كله ضغطة زر واحدة. عجبتني فكرة استدعاءات ملاهي ديزني، بس نرجع نقول أنها جدا محدودة وتنعاد كل مرة. اللعبة كان فيها إمكانيات كثيرة وأفكار توقعنا أنها راح تطبق، بس واضح أنها أخذت مجرى آخر عن المعتاد وابتعدت عن الابتكار الذي عهدناه في كل جزء من السلسلة. بالنسبة لي لم توفق في هذه المحاولة. أدري طولت عليكم، أقدر أدقق على أشياء كثيرة، بس على كذا ممكن خلاص بعد 17 سنة. شفت إيش سويت هنا؟ تقييم النهائي 5 من 10.